بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لزهرة القرنفل أو المسمار القرنفل أو كبش قرنفل فوائد طبية رائعة للصحة، ولا سيما فوائد كذلك للشعر، فهو أصبح جزء من المنتجات الخاصة للعناية بالشعر، إذ يدخل كمادة أساسية في صناعته، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من المعادن، يحتوي على معادن وعناصر مفيدة جدا، منها حديد، كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفور، صوديوم، كذلك بوتاسيوم، فيتامينات اي اي سي اي كا، كما أنه غني جدا بالمغنيز. وكذلك في هذه الوصفة، عفوا في هذا الفيديو، أقدم وصفات طبيعية بهذا المكون الرائع، من بينها ماسك للشعر، وكذلك شامبو، وكذلك بخاخ. بخاخ القرنفل رائع جدا للشعر، وكذلك نظرا وتلبية لطلبات الكثيرات من مشتركات قناتي، طريقة عمل زيت القرنفل في البيت. أولا نقوم بعمل الوصفة، وبعدها نقدم الفوائد. ماسك القرنفل، أولا نأخذ القرنفل، يكون مطحون على شكل بودرة، يكون بودرة يطحن في الطاحونة في البيت، أو يمكن أخذه جاهز. ونأخذ ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون، يمكنك عمل زيت جوز الهند، أو يمكن عمل هذا القناع بالزبادي الطبيعي اليوغرت، يمكن عمل هذه الوصفة مع الحناء لمحبات الحناء، رائعة جدا بالحناء. وهذه الوصفة كذلك تفيد لعلاج الشيب مع المداومة. ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون قلت، وأي زيت يمكن استخدامه. ونضع عليها ملعقتين صغيرتين من مطحون القرنفل، يكون ناعم بودرة يجب غربلته. نمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض. صاحبات الشعر الدهني، أنصح بإضافة نصف عصير ليمونة لهذا القناع، ونقوم بعمله على الشعر وفروة الرأس مع تدليك خفيف للفروة لمدة 5 دقائق، ونتركه ساعتين قبل غسله. قبل غسل هذه الوصفة تترك لمدة ساعتين. قلت صاحبات الشعر الدهني نضيف نصف عصير ليمونة. وبالنسبة لصاحبات الشعر الأشقر، لا أنصح بعمل هذه الوصفة لأنها تغير لون الشعر إلى البني. نقوم بعمل هذه الوصفة من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، آمنة للحوامل والمرضعات، وكذلك البنات من عمر 10 سنوات فما فوق يمكننا استخدامها وبكل أمان، ولكن لمدة ساعة واحدة فقط. ونستخدم هذه الوصفة لتترك في الثلاجة مدة حفظها، إذا قمنا بعمل كمية كبيرة منها تكون لمدة شهر كامل. هذه الوصفة تمنح شعرك لمعة وملمس ناعم تلاحظينه من أول استعمال، تعالج مشكلة تساقط الشعر، لأن الألياف والمعادن الغنية في القرنفل تعمل على تكثيف شعرك وملء فراغات مقدمة الرأس، وحتى علاج الصلع لمن يعانون من الصلع مع المداومة، حتى لمن يعانون من الصلع الوراثي فعال هذه الوصفة ولكن مع المداومة. أما بالنسبة لجذور الشعر وبصيلاته فتعمل على تقويتها وتعزيز نموها، وكذلك من أبرزها التقصف والتساقط، لمن يعانون من التقصف يعني هذه الخلطة توزع على كامل الشعر من الفروة حتى الجذور لعلاج من جذور الشعر حتى الأطراف لعلاج التقصف وحتى التساقط. كذلك هذه الوصفة تخلص من أمراض فروة الرأس والقشرة، كما تزيد من نشاط الدورة الدموية،
ويحفز الشعر على نمو صحي وطبيعي. بعدها نحضر شامبو القرنفل. إذا استخدمنا كامل هذا الروتين من الماسك والشامبو والبخاخ، وبالنسبة للزيت يمكن ترطيب الشعر به في 3 استخدامات، نلاحظ نتيجة على الشعر. نأخذ الشامبو الذي تستخدمينه، أو شامبو أطفال، أو يمكن عمل شامبو طبيعي بصابون الغار. ملعقة طعام كبيرة مع ملعقة شاي صغيرة من القرنفل مطحون، ونضيف طبعا إلى الشامبو الماء. دائما نضيف للشامبو الماء عند الاستخدام. نخلط المكونات جيدا حتى نتحصل على شامبو القرنفل، ونستخدمه لغسل هذه الوصفة حتى نلاحظ نتائج سريعة. طبعا هنا صلاحية الشامبو، حتى نفاذ الكمية يمكنك عمله في كامل علبة الشامبو الخاصة بك. نضيف ملعقة طعام مملوءة كبيرة من القرنفل المطحون إلى علبة الشامبو الكاملة، ونستخدمها عند غسل الشعر. يمكنك فقط اعتماد الشامبو إذا كان ليس لديك وقت لعمل الوصفة. هي آمنة للحوامل والمرضعات وحتى الأطفال الصغار أو البنات من عمر 10 سنوات فما فوق. حتى الرجال يمكنهم استخدام الماسك والشامبو وحتى البخاخ، والذي مكوناته عبارة عن، نحتاج إلى القرنفل، دائما القرنفل يمكن استخدامه مطحون أو على شكل زهرة. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من القرنفل، ونضع عليها كوب مباشرة من الماء المغلي. نغطي الإناء ونتركه لليلة كاملة لكي ينقع. إذا كنت مستعجلة لعمل هذا البخاخ، يمكنك غليه على نار هادئة مع إحكام تغطية الإناء حتى لا تتصاعد أو تتطاير الزيوت الموجودة في القرنفل ونخسرها. ونتركه ليغلي لمدة 10 دقائق، وبعدها نقوم بتصفيته ونستخدمه كبخاخ للشعر بعد غسله، ليس كشطفة أخيرة، وإنما عندما يجف الشعر قليلا نقوم بعمله في بخاخ أو بفرشاة الشعر أو فقط بالأصابع، ونقوم بتدليك فروة الرأس بواسطة هذا البخاخ. قلت نتركه لليلة كاملة حتى ينقع ويتغير لون ماء القرنفل، ونقوم بتصفيته، وبعدها نقوم بعمله في بخاخ. بالنسبة للقرنفل المتبقي لا نرميه، جففيه وبعدها اطحنيه، ويمكنك إعادة استخدامه في الوصفة الأولى، لا نرميه. بهذا الشكل، وهو آمن للحوامل كذلك والمرضعات والرجال وحتى البنات من عمر 10 سنوات فما فوق. صلاحيته تدوم لمدة أسبوع كامل إذا قمنا بحفظه في الثلاجة. يساهم في تقوية الشعر، تقوية بصيلات الشعر والجذور، يعمل على تطويل شعرك في مدة قصيرة من الاستخدام، كذلك يعمل على زيادة كثافة الشعر وتعزيز لون الشعر إلى اللون البني، كذلك يحارب ويعالج الشيب. نستخدمه كصبغة طبيعية للشعر مع الحناء أو حتى لوحده مع الزبادي، كذلك هو يدخل في مكونات أخرى تجعل شعرك أكثر حيوية ويخلص الشعر من الجفاف وحتى التلف. آخر وصفة لدينا هنا هي زيت القرنفل، طريقة عمل زيت القرنفل والتي طلبت مني كثيرا. نأخذ أولا زيت لوز حلو أو زيت الذرة أو زيت المطبخ أو زيت أرغان أو أي نوع زيت، فقط لا نستخدم زيت الزيتون لأن رائحة زيت الزيتون قوية جدا. نأخذ علبة، ثم نستخدم هنا، الأفضل يكون قرنفل مطحون، ملعقة طعام كبيرة من القرنفل المطحون،
ونضع عليها الزيت. هنا الزيت أنصح أن يكون دافئ، أنا أقوم بتدفئته لكل ملعقة طعام كبيرة من القرنفل المطحون. نستخدم ربع كوب من الزيت، وبعدها نضع الزيت في حمام مائي. طريقة الحمام المائي هنا أن يكون الماء مغلي، نضع مثلا ماء مغلي بهذا الشكل، ونضع عليه الإناء وعلى نار هادئة جدا. نقوم بترك الإناء على نار هادئة جدا لمدة ساعتين، أو يمكنك استخدامه بالطريقة الباردة. نحكم إغلاق الإناء ونضعه في مكان جاف ومظلم، ونقوم يوميا برج البرطمان لمدة أسبوع كامل. لا حاجة لتصفية هذه الزيت لأن القرنفل المطحون يترسب في قاع القنينة، ويمكنك استخدامه من بعد أسبوع إذا كانت الطريقة الباردة. بالنسبة للطريقة الساخنة، من أول استخدام يمكنك استعماله في ترطيب الشعر، أو يستعمل كمخدر عند نزع الشعر. له استعمالات كثيرة وهو مفيد جدا، وله خصائص مطهرة يتم استخدامه في علاج الجروح والتهابات والالتهابات الفطرية والقدم الرياضي. وكذلك يمكننا استخدام زيت القرنفل في علاج لدغات الحشرات، له فوائد كثيرة. كذلك يخلص من الندبات، ولكن حذاري لصاحبات البشرة الحساسة. يحفظ هذا الزيت في مكان مظلم وجاف، صلاحيته تدوم لمدة 3 أشهر، صالحة الاستخدام أو آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات، ويمكننا استخدامه كذلك للأطفال من عمر 10 سنوات وحتى الرجال. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.